ردت القوات التركية بالمثل على مصادر نيران أطلقت نحو مخفر حدودي في ولاية أورفا من منطقة خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية في ولاية شانلي أورفا أن قذيفتي هاون سقطتا على مخفر حدودي مقابل بلدة تل أبيض السورية، ما حدا بالقوات التركية للرد بالمثل وفق قواعد الاشتباك، فيما جرى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كما حصل قصف متبادل بين الجيش التركي ووحدات الحماية الكردية في مناطق رأس العين والدرباسية وعمود شمال الحسكة. وللمزيد ينضم إلينا من برلين رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو. أهلا بك سيد عبد العزيز. بداية، لماذا بدأت تركيا بقصف مناطق في عفرين والرقة وفي الحسكة في هذا التوقيت برأيك؟ يسعد مساك لك ولكل المشاهدين حلقة حلب اليوم، وشكرا على الاستضافة. يا أخي الكريم، مصيبتنا كبيرة نحن ككرد سوريين، مثل ما ابتلأ السوريين عموم السوريين بمصائب كبيرة كالإرهاب والمتطرفين، نحن أيضا ابتلينا بحزب العمال الكردستاني مصنف إرهابيا، وحقيقة هو منظمة إرهابية. هذا الحزب منذ اليوم الأول من بداية الثورة عمل كحارس أمين لدى الأمن السوري لكبح جماح الثورة السورية في المناطق الكردية، والكرد واختطف القضية الكردية عموما من الكرد السوريين، على ومع أن الكرد السوريين هم جزء أساسي من الشعب السوري وهم جزء أساسي من الثورة السورية. وهذا الحزب هو تنظيم إرهابي يقتل ويقمع ويزج في السجون، وجر الكرد إلى صراعات عرقية في المنطقة في على عموم الأراضي السورية من حلب إلى بيريك المالكية، وهو حزب إرهابي يمارس إرهابه على الشعب الكردي في سوريا قبل أن يمارس إرهابه على الآخرين. وساحة قتال هذا هي ليست الأراضي السورية، هو حشد أبوتشي، نحن نسميه الحشد الأبوتشي، مثله مثل حزب الله ومثله مثل الميليشيات الطائفية التي تخدم أجندة النظام السوري والإيرانيين في المنطقة. ويعني كان سبب ليس سبب أساسي، إنما شريك أساسي في عدم وصول الثورة السورية إلى نتائج إيجابية. نعم، يعني سيد عبد العزيز، إذا ما عدنا إلى القصف الأخير من تركيا على مناطق حزب العمال الكردستاني، برأيك هل هذا القصف جاء ضمن عملية أم هي فقط رد على القصف على ولاية أورفا؟ وبرأيك هل ستسكت تركيا عما تسميه وحدات حماية الشعب انتقاما لقصف سنجار وقراتشو؟ وليس ردة فعل، وليس موضوع بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، هو منظمة إرهابية يعمل في داخل الأراضي التركية في والتخريب والإرهاب في داخل الأراضي التركية، والحكومة التركية تعلن الحرب على هذا الحزب منذ أكثر ما يزيد من 40 عاما، منذ عام 1984 تقريبا. وهذا الحزب هو منظمة إرهابية، وهذا ليس وليد لحظة واحدة، وإنما هو مخطط استراتيجي للقضاء على الإرهاب، إرهاب حزب العمال الكردستاني في تركيا. لكن للأسف هذا الحزب هو نقل ساحة الصراع من تركيا إلى ضمن الأراضي السورية والمنطقة الكردية في سوريا وما تسمى كردستان سوريا، عرفت شلون؟ وهذا الحزب هو الذي جرى الشعب الكردي والمنطقة الكردية. نعم، أنت تتحدث عن استهداف تركي لحزب العمال الكردستاني. نعم، نعم، والبيكيكي. نعم، ولكن نعم، برأيك نحن نعلم وأنت تعلم أن الحليف الاستراتيجي لهذه القوات هي أمريكا، فهل ستسمح أمريكا بقصف واستهداف وحدات الحماية خاصة أنها تنفي علاقتها بحزب العمال الكردستاني؟ يا سيد الكريم، كل قادة هذا الحزب وذرعه السياسية والعسكرية لحزب البيادة واليافقي هم القادة العسكريين، هم أتراك وإيرانيين وأذربيجانيين ومن أرمينيا، ليس فيهم واحد كردي سوري. إذا هذا كيف حليفهم الأمريكي يمشي بصلة اليافقة أو قوات ثورة ديمقراطية مع حزب العمال الكردستاني؟ القيادة الاستراتيجية والقيادة العسكرية كلها بيد أكراد من تركيا ومن إيران ومن أذربيجان ومن أرمينيا. إذا الكرد السوريين هم مجرد أدوات، أصبحوا بندقية في يد مرتزقة في يد الأمريكان وغير الأمريكان. نعم، وضحت الصورة من برلين. لا، رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين عبد العزيز تمو، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك للمقاطعة على حرصا على ضيق الوقت.